السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا النهارده في جوله كده سريعه في 5 بلو. 5 بلو للي ما يعرفوش، محل فيه كل شيء ب$5، يعني فيما تحت يعني، بس ما فيش حاجه اعلى من 5 دولار. من المحلات اللي الصراحه انا بحس ان حاجته اللي فيها كواليتي، يعني انضف من الدولار تري حاجته، وفي نفس الوقت سعرها مناسب جدا. تعال ندخل مع بعض ونشوف الجولة بتاعتنا النهاردة. في الفايف بيلو هتلاقوا تقريبا كل حاجة زيه زي الدولار تري، بس حاجات بأسعار يعني مختلفة والكواليتي بتاعتها اعلى زي ما قلت لكم. تمام، هو مش موجود للاسف بس في كل الولايات. هنا ده الركن بتاع السماعات، دي السماعات اللي انا كنت وريتها لكم، اللي انا جبت منها لولادي. حلوه جدا السماعات دي، وانها كبيره كمان زي ما شايفين اهو. في منها اشكال كمان، في منها كمان مقاسات، يعني هتلاقوا ده المقاس الكبير، وفي منها مقاس تاني اصغر. شايفين نزل منها الوان كتير واشكال كتير، والكواليتي بتاعتها تحفه مش وحشه. وفي برضو السماعات اللي هي البلوتوث دي، انا جايبه منها واحده قدلها سنه بالظبط معايا، حلوه جدا وصوتها حلو ونقي، وكمان عايشه معايا يعني، بستخدمها لما بكون عايزه استخدمها وانا واقفه في المطبخ او كده، فهي بتنفعني في كده، جميله الصراحه. هتلاقوا برضو حاجات كتيرة جدا زي حاجات المدارس، لبس المدارس، هتلاقوا ألعاب طبعا، وأنا بصراحة بحب أشتري الألعاب من هنا، يعني بحس أنها الكواليتي بتاعتها أنضف من بتاعة دولار تري زي ما قلتلكوا، وفي جودة الألعاب اللي موجودة في تارجت وكده، بس طبعا بسعر حلو ب$5، فبتلاقي حاجات أشكال كتير. أدي برضو السماعات أهي، أشكال الولاد لو حد عاوز. دي بقى اللي هي مقاسها اصغر شويه، شايفين اللي هي مكتوب عليها بلس 6 دي، عشان تاخدوا بالكم. حتى هتلاقوا شايفين الودن بتاعتها دي الكبيره. تمام، شايفين في كمان اهو شكل تاني، ده لسه جاي جديد، ده جميل جدا هيعجب الولاد في الدراسه الاونلاين صراحه، هو هيشجعهم. زي ما قلت لكم الحاجات دي الكواليتي بتاعتها حلوه جدا، جايبه منهم جرباها قبل كده. لا حلو فعلا. دي الاكسسوارات بتاع العربيه، ودي برضو سماعات تانية اهي، دي السماعه البلوتوث اللي انا جايباها ليا سنه، دي حلوه جدا والمايك بتاعها شغال، وهي شغاله يعني ب$5، حلوه جدا. لكن بتاع الدولار تري تقريبا بتبوظ من قبل ما تفتحيها، بتلاقيها باظت. ادوات المدرسيه، الاساتيك، الاقلام، وده الصلصال وحاجات التلوين، وهنا هتلاقي الشنط، ادي الالوان اهي. طبعا الالوان دول احنا ما ورناش غير حاجه غير ان احنا نشتريها الصراحه، يعني مش مبطل نشتري منها. برضو نفس السعر $1 زي ما موجوده في الدولار تري، بس هنا في الوان كتير، يعني هتلاقوا اسعار بقى، يعني في حاجات ب$5، في الوان خشب اهي اللي بحب. تمام، ودي برضو الالعاب، دي برضو الالعاب، برضو بس الالعاب اللي هي الورقيه، اللي هي الاونو والكوتشينه والحاجات دي. هنا برضو ده بتاع الميه، ده برضو زي ما شايفين اهو مقاسات واسعار، يعني مثلا اهو ده $5، كل حاجه ليها سعر. صراحة في ألعاب كتير جدا، يعني لو انتوا حابين هتلاقوا ألعاب كتير خالص فيه.
دي الألعاب البناتي. دي اللي هي دي اللعبة بتاعت مستر بوتيتو. اللعبة دي موجودة على امازون هتلاقوها ب$8 يعني، وده مينيموم يعني، وهتلاقوها في تارجت برضو بالسعر ده، فهي كده سعرها حلو جدا. وفي كلبشات ومعاها مفتاح اهي. هو يعني بيبقى فيه برضو حاجات لبس يعني، بس ممكن اللبس اللي ما بحبذوش بحبس الحاجات التانية اكتر. شايفين الزمزمية دي لطيفة وانتو خارجين يعني، تشيل معاكي كتير. $5 برضو سعرها حلو. هنا في كور للولاد، طبعا الولاد بيحبوا الكور جدا. وهتلاقوا برضو توك، ده اللبس المتاح عندهم، تيشيرتات اغلب، بس احنا ممكن بالسعر ده نجيب حاجات احلى من كده، فخلاص يعني موضوع اللبس يعني ما لا احبذ. حلوه دي برضو، دي كره الارضيه بس يعني مش معموله بجوده قوي يعني، بس لو حابين برضو تجيبوها لطيفه. هنا في شباشب وفي شوزات. في كمان برضو هنا الشنط، وفي هنا برضو دي زمزميات للولاد، في بشكير برضو للحمام السباحة، لطيف برضو، حلو قوي، ألوانته جميلة ما شاء الله. بصوا ألوانته، بس هو خامته خفيفة، بس هو ينفع للولاد لأنه كبير هيغطيهم كلهم. اهو مكتوب عليه البيتش بتاع البيتش. هنا بقى دي حاجات عناية الجسم، بارفانات ولانش بوكس وكده، بس برضو حاجات دي احنا برضو نقدر نجيبها ماركات من فيكتوريا او من باسن بادي في التخفيض $5، واكيد هتبقى احلى من الحاجات اللي هنا، فبرضو يعني ما انصحكوش بيها. ده هنا كمالة الحاجات اللي هي البيوتي. هنا برضو في شوزات وكوتشيهات، برضو في شرابات، في توك برضو هنا، بس دي بتلاتة. في من ضمن الحاجات اللي بتميز المكان هنا كمان، عندهم هنا الدباديب، هتلاقوا سعرها حلو قوي يعني مش غالية، سعرها مناسب والجودة بتاعتها لطيفة يعني، جودتها حلوة جدا. هتلاقوا الحاجات دي اغلى من كده برا. وهتلاقوا برضو من احلى الحاجات برضو المشهورة هنا الكتب، كتب جميلة جدا واسعارها تحفة. في حاجات كتيرة تلوين وحاجات كتير يعني اهو. دي براويز وحاجات تحط فيها الصور، ده منظمات، منظمات دي لطيفة جدا شكلها حلو. في دي برضو اللي هي البيلو بتاع السفر برضو للولاد، حلوة خامتها جميلة، شوفوا طرية ازاي. وكمان سهلة انها تطبط حتى في شنطتهم، والوانتها حلوة يعني الولاد بسطوا بيها. عايزة اوريكم برضو الحاجات بتاعت البحر، وعندهم برضو كانجيز هنا تتباع، وعندهم تشوكلت، كل الحاجات اللي يعني اللي هي في السريع دي.
في دول اهم حاجات بتاعت المية، شايفين دول $5 العوامات دي حلوة جدا وحجمهم كبير، يعني انا اخدت منهم واحدة حجمهم حلو كبيرة ولطيفة جدا. اي برضو حاجات دي اللي هي بتعمل الصابون برضو استخدامه في اللعب في المية برضو جميلة، شايفين عندهم اللي هو الجيركن بتاع الصابون ده لو بتحبوا تجيبوه. وفي الكرة دي، الكرة دي اكبر من موجودة في الدولار تري، حجمها كبير جدا، يعني شايفين القطر بتاعها 24 انش، كبيرة خالص دي بدولار، بنفس السعر اللي في الدولار تري واحلى من اللي في الدولار تري. وده اللي هو زي ما شايفينه اهو بتقعد عليه ده $5 برضو. وفي هنا عندي كمالة الالعاب دي $1 بتاعت البحر والحاجات دي، وده حامل الموبايل تمام. دي هنا برضو حاطين حاجات معقمات وسانيتايزر، حاطين عليها تخفيض 50% زي اي محل دلوقتي في امريكا. هتلاقوا برضو الماسكات، عندهم ماسكات وعندهم اللي هي بتتربط على الوش دي كده. انا في طريقي ان انا رايحة الكاشير احاسب. دي كده كانت جولة سريعة حبيت افرجكم عليه على الفايف بلو، لان ممكن يكون في حد ما يعرفهوش. صراحة انا شايفاه جميل جدا ومن الاماكن اللي بحب اجي منه اجيله وبحب اشتري منه كمان، لان زي ما قلت لكم الكواليتي بتاعته اعلى من الدولار تري. وهتلاقوا عنده حاجات بدولار وحاجات باتنين وحاجات بتلاتة، وهتلاقوا عنده كل الاسعار. دوروا عليه بقى عندكم في ولايتكم وروحوا قولوا لي بقى رايكم فيه لما تروحوا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.